انا عشان كده حتى بسال دلوقتي، هل سيتدخل كابتن حازم امام لصالح النادي الاهلي ولمصلحه النادي الاهلي بما انه ممثل للاتحاد؟ كابتن حازم امام قيمه كبيره جدا واسطوره كبيره جدا لنادي الزمالك، دي ما حدش يقدر ينكرها ولا حد يقدر يقولها، ولكن وجوده في اتحاد كره القدم، هو موجود في اتحاد كره القدم مش لخدمه كل الانديه، مش لنادي واحد، كل الانديه مش نادي الزمالك فقط. اسمحكوا يعني واجاوب السؤال ده. اتفضل. اتفضل نجاوب بصراحه عشان تبقى الدنيا واضحه للناس. كابتن حازم امام في احد المداخلات التلفزيونيه اكد ان هو بيتعرض لبعض الهجوم من جماهير نادي الزمالك. نعم كابتن حازم امام بنفسه قال ان هو بيتعرض لبعض الهجوم من بعض جماهير نادي الزمالك اللي بتشوفه مش بيجيب حق النادي. وكابتن حازم امام فعلا بقاله فتره لا تقل عن 6 شهور تحت الضغط، اللي متابع على تويتر على وجه التحديد كلامي واضح اهو، هيلاقي ان بعض من جماهير نادي الزمالك مثلت ضغوطات نفسيه على الكابتن حازم امام خلال الشهور الماضيه بسبب ان هم شايفين ان هو لا يساعد نادي الزمالك في ازمته او محنته خلال الفتره الاخيره. والكابتن حازم امام واضح جدا جدا ان هو تاثر بهذه الحمله. طيب الوضع الحالي، كابتن حازم امام فعليا هو المشرف على المنتخب المصري. صحيح. وبالتالي النهارده المنتخب المصري في موضوع ما بينه وما بين النادي الاهلي. لكن انت تخيل كابتن اسلام لو كابتن حازم امام هو اللي طلع على الملأ وقال لا لو سمحتم النادي الاهلي في مهمه قوميه ولازم ياخد لعيبته. ده لا ده مش لك ان تتخيل، ده المفروض. ده لازم. انا بس معلش ايه، احنا دلوقتي بنتكلم على صار حاجتين، في واقع وفي افتراضات. ده اللي بقوله دلوقتي ده افتراض. كابتن حازم امام في وجهه نظري مش هيدخل نفسه في، مش هيقحم نفسه في هذا الامر. ليه؟ لان هو هيبدا يشعر بالضغوطات اللي حاصله عليه بقالها فتره وبالتالي هتبدا تزيد. جماهير نادي الزمالك بتشوف ان كابتن حازم امام ابن من ابناء نادي الزمالك، ونادي الزمالك طبعا حاليا مش في، بصراحه خليك بكل صراحه، طبعا مش في وضع الاهلي. طبعا الاهلي حاله افضل بكتير ماديا واستقرارا ولاعيبه وصفقات في الصيف وبطولات، الوضع فعلا بقى في فجوه. فبالتالي لو كابتن حازم امام تدخل في هذا الامر بشكل علني هيبدا النهارده جمهور نادي الزمالك وسوشيال ميديا نادي الزمالك تهاجم الكابتن حازم امام بضراوه على تويتر، وهو حاليا لا يتحمل هذا الامر. فالكابتن حازم امام حاليا عمل ايه؟ نقى بنفسه كريم عن المشكله. هو انا مالي ومال الكلام ده؟ انا ما بقولش مني يعني. انا فاهم طبعا، انا فاهم ان ده الوضع اللي احنا عايشينه. انا دلوقتي كابتن حازم امام موجود او غيره موجود في اتحاد كره القدم لسببين. السبب الاول تطوير كره القدم المصريه. صحيح. السبب الثاني خدمه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، النادي لكل الانديه، الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم، صح ولا وانا صح؟ طب صح. صح. طيب احد الانديه اعضاء الجمعيه العموميه عنده مشكله في لاعبين للمنتخب، او مش مشكله يعني، هو كان ممكن يحصل تفاهم افضل من كده، ولكن في النهايه مدير الفني للمنتخب قرر انه، تعرف انا اتقال لي ايه من احد المصادر؟ اتقال لي ايه؟ احنا سيبنا 4 لعيبه وسيبنا 4 لعيبه. انت متخيل؟ انت فاهم انا قصدي ايه؟ هو خدنا 4 لعيبه وسيبنا الاربع لعيبه. لا ايام سوبر لوسيل ده ولا ايام الزمالك أيام وانا سبت كام لعيب في نادي ساعتها؟ 4 لعيبه. دلوقتي انت سايب كام لعيب؟ 4 برضو. نفس الموقف. فهمت؟ آه. ده اللي اتقال لي، وطبعا كلام يعني يضحك. لما اتقال لي كده انا قعدت اضحك. هو بجد بيقولوا لي بيقولوا كده فعلا؟ بس